النزال اللي هو نصف نهائي، هذا نزال قوي. فلافيو فيانا لاعب قوي جدا، يلعب ضد اللاعب ايضا لاعب قوي اخر ومخضرم هو ماركوس باولو كوستا. نحن في فئة الحزام الاسود وزن 85 كيلوغرام، يعني واللاعب فلافيو قوي جدا في وضعيات الاسقاط ويتجنبها ماركوس مباشرة ويذهب الى الجارد. والان في محاولة باس، في محاولة باس قوية جدا من فلافيو وتجنب ممتاز جدا للحركة من قبل ماركوس باولو كوستا. وهذا باس، هذا باس، وهل وصل الباس؟ يعني كأنه وصل الباس، لكن الى الان لا شيء، ما في افضلية. يعني هناك شعرة تفصل، يعني شيء بسيط جدا في الحركة الأخيرة لأخذ نقطة سواء عن طريق الباس جارد أو ثلاث نقاط إذا كانت باس كاملة. ونفس ما بدأت المباراة، كما بدأت ولا تزال على نفس النتيجة. وهذا الباس، هذا الباس، نعم هذه الأفضلية، هذا الباس الأول وهذه الأفضلية. أفضلية لصالح فلافيو. صالح فلافيو هذه محاولة أخرى للباس. أوه، أفضلية الحكم، الحكم شد راسه قال ما فيها شيء، الحكم قال ما فيها شيء، كان قاعد يتناقش هو وحكام الفار. لا تزال المحاولات مستمرة للباس من قبل فلافيو. في المقابل ليست هناك أي محاولات فعلية للسويب من قبل ماركوس باولو كوستا. ماركوس باولو كوستا يعني إلى الآن لم يتمكن من إنهاء سويب، إلى الآن لم يتمكن حتى من المحاولة، محاولة البدء في سويب. يعني أي جارد يقوم فيه يحاول يمسك اللاعب ماركوس باولو، على طول فلافيو يخرج منه بطريقة فنية جميلة. والآن فلافيو الآن في وضعية الباس، ها
ستوب. ينتهي النزال بأفضلية واحدة، بنقطة واحدة فقط يفوز فلافيو على اللاعب ماركوس باولو كوستا أعتقد، وينتقل إلى النهائي. نهاية 85 كيلوغرام، فلافيو فيانا ضد اللاعب إيفا ساكرامنتو. كلا اللاعبان يمثلان أكاديمية AFNT، وكما النزال السابق أيضا لAFNT، تمثيل جميل جدا لأكاديمية الAFNT في هذا اليوم. شاهدنا حركة إخضاع جميلة في هذا اليوم من قبل إيفس، و يعني حركة كانت رائعة من قبله يفوز بالإخضاع، والآن يلعبان على النهائي. من سيحصل على الذهبية لهذا اليوم؟ فلافيو أم إيفس؟ وهذه إشارة السلبية الاثنين أعتقد رح يشيلها. نعم، في محاولات جادة من اللاعبان، هناك محاولات جادة من كلا اللاعبان. اكشن. فايت. ودفاع قوي وممتاز جدا من اللاعب إيفس. إيفس الآن، يعني أنا بصراحة مستغرب الشيء، يعني فلافيو ممتاز جدا وقوي في حركات الإسقاط. أوه، هذه سويب جميلة جدا، هذه سويب رائعة جدا من قبل فلافيو. يا سويب جميل جدا بصراحة، حتى استغل الدفاع اللي راح يقوم فيه اللاعب إيفس، يعني هذا شيء جميل جدا، استغل الدفاع عشان يحوله إلى سويب كامل، يعلم أين سيذهب في طريقة الدفاع وحولها لصالحه إلى سويب كاملة. نقطتان لصالح فلافيو تضاف إلى النقطة التي حصلوا عليها بالإنذار، 3-1، لكن الفارق نقطتان اللي هم السويب. اللي كنت أقوله أن أنا مستغرب أن فلافيو نزل لوضعية الجارد. فلافيو ممتاز جدا في وضعيات الإسقاط، إلا إذا كان إيفس أفضل منه في هذه الوضعية. إيفس مميز جدا، إيفس بصراحة دائما يفضل القتال العلوي، يفضل القتال ويحصل على لكي يحصل على إسقاط. وهذه نقطتين فيها شيء. ستوب. طيب أفضلية ليش؟ يا اثنين يا لا شيء. نعم. نعم، يا نقطتين يا ذا شيء. نرجع للوضعية. اوكي، هنا هذه جارد. نشرح الوضعية، هذه جارد. لا، قبلها. صدق حتى هو يستغرب، يعني شو يعطيك أفضلية؟ اللاعب نفسه حتى اوكي، هذه من هنا. نعم، هذه نقطتين واضحة. نعم، هذه نقطتين. أنا بالنسبة لي نقطتين. اللاعب نهض، اللاعب طلع من هنا كما نشاهد، خلاص خسر فوق. اللاعب خرج من وضعية الجارد، اللاعب ليس بوضعية جارد، هذه هنا مش وضعية جارد، خلاص. فهذه هنا أنا بالنسبة لي نقطتين. نعم، يشيل الأفضلية لازم. أوكي، 3-1. نعم،
نقطتين. صحيح، هذه هي، هذه هي فعلا، بس الأفضلية ما أدري ليش أعطاها إياها. خمسة مقابل واحد، اللاعب بعد ما وقف خسرة أو طلع خسرة عن الأرض خلاص صار في وضعية قتال علوي. أسقطه، نعم، إسقاط كامل. وتحكم رهيب جدا في هذه الوضعية، تحكم رهيب جدا في هذه الوضعية من قبل إيفيس، عفوا فلافيو. فلافيو الآن مسيطر على الخصم سيطرة كاملة. يعني ماركوس كوستا اللي حصل على البرونزية يعني كان تقريبا قريب جدا من الفوز بها، أو يعني كانت المباراة شبه متكافئة، فاز عليه فلافيو فقط نقطة واحدة فقط، كانت واحد مقابل لا شيء، كان أعتقد فقط من محاولة باس. ثلاثة وأربعين ثانية متبقية من زمن النزال، إرجاعهم إلى وسط البساط من نفس الوضعية. هذا هو نهائي وزن 85 كيلوغرام. حركة جميلة من إيفيس، يا جميلة جدا من إيفيس، جميلة جدا من إيفيس، هذه أفضلية، حركة رائعة جدا من إيفيس. أو الحكم، الحكم يطلب إيقاف النزال، كان هناك طلب من إيفيس، أعتقد كأن هناك ضربة أو يعني تلاحم بسيط، سيتلقى العلاج اللازم ويستأنف النزال. 30 ثانية. يستأنف النزال الآن، وثلاثين ثانية متبقية من زمن هذا النزال، و فارق 3 نقاط، فارق 3 نقاط. يحاول سويب، يحاول 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 سويب، ممتاز جدا إيفيس، نعم نعم، هذا سويب، هذا سويب، هذا سويب، لكن لن يغير شيء من النتيجة، لن يغير. أوه، أنا في محاولة الحصول على حركة إخضاع، يا هل فيها أفضلية؟ نعم أفضلية فعلا، نعم إيفيس يفعل المستحيل، لا الأفضلية تمنحها، لكن إيفيس يفعل المستحيل ويحصل على النقطة الأخيرة، يحصل على النقطة الأخيرة في الثانية الأخيرة. فلافيو ما للعذر، أنا أعتقد أنها حركة صحيحة كاملة، قرار صحيح جدا. هذه هنا نعم أعتقد أن قرار صحيح من الحكم، الحكام الفار الآن يتأكدوا من الحركة. هذا هنا السيب، السيب صحيح كامل 2-0. في نفس الوقت هنا هذه كان، هذه هنا الوضعية، لا بس وضعية الإخضاع الحكم هو من يقررها، يستطيع الحكام أن يدخلوا، لكن قرار الأخير يكون ل هذه هنا. فعلا كان هناك في محاولة الحصول على حركة إخضاع، لا حركة صحيحة جدا. أنا أعتقد بنظري، بنظري الشخصي، أن هذا القرار صحيح. 5-5، نعم
سحبوا الأفضلية من إيفيس. خلاص ليست هناك مفاجأة. الحكم أعتقد يشرح لعب البرازيلي ما قدرت أفهم عليه. فمبروك لفلافيو فوز بهذا النزال. مبروك لفلافيو، ذهبية وزن 85 كيلوغرام أدارها.